بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث، الجمل العربية. هذا الرجل غني. ه حرف تنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للقريب، تستعمل للمفرد المذكر. مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الرجل بدل من اسم الإشارة مرفوعا، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. غني خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هؤلاء الرجال أغنياء. ه حرف تنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أولئك إشارة لجمع المذكر العاقل، وتستخدم لغير العاقل، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الرجال بدل من اسم الإشارة مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أغنياء خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه المرأة غنية. ه حرف تنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة العاقلة أو غير العاقلة، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. المرأة بدل من اسم الإشارة مرفوعا، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. غنية خبر. هؤلاء النساء غنيات. هؤلاء مبتدأ، النساء بدل، غنيات خبر. ذاك الرجل فقير. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ك حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الرجل بدل فقير خبر، أولئك الرجال فقراء. أولئك اسم إشارة تستعمل للبعيد لجمع المذكر والمؤنث العاقل، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ك حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الرجال بدل فقراء خبر، تلك المرأة فقيرة. تلك اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ، واللام حرف للبعد مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. المرأة بدل فقيرة خبر، أولئك النساء فقيرات. أولئك مبتدأ، النساء بدل، فقيرات خبر. هذا الرجل كبير. هذا مبتدأ، الرجل بدل، كبير خبر. هؤلاء الرجال كبار. هؤلاء مبتدأ، الرجال بدل، كبار خبر. هذه المرأة صغيرة. هذه مبتدأ، المرأة بدل، صغيرة خبر. هؤلاء النساء صغيرات. هؤلاء مبتدأ، النساء بدل، صغيرات خبر. ذاك الرجل طويل. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ك حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الرجل بدل طويل خبر، أولئك الرجال طوال. أولئك مبتدأ، الرجال بدل، طوال خبر. تلك المرأة قصيرة. تلك مبتدأ، المرأة بدل، قصيرة خبر. أولئك النساء قصيرات. أولئك مبتدأ، النساء بدل، قصيرات خبر. والله أعلم بالصواب.